أهلا بكم كشك الصحافة إلى العناوين. تحقيق خاص لياما مونيتور يكشف صيدليات وعيادات طبية في صنعاء يديرها مراهقون تزاحم البقالات في الانتشار. من الموقع بوست إهانات ومعاملة لا إنسانية يتعرض لها يمنيون في السعودية. ومن العرب الجديد 95% من اليمنيين يحصلون على الأخبار عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ومن البيان شركة أبل أمام المحاكم بعد الاعتراف بإبطاء آيفون. أهلا بكم. البداية من موقع يمن مونيتور يقول في تحقيق خاص: شوارع العاصمة صنعاء تشهد منافسة محمومة بين الصيدليات والعيادات التي أصبحت تضاهي في انتشارها دكاكين البيع والبقالات خارج نطاق القانون بسبب الحرب، وفيما يسمح بإنشاء بقالة صغيرة في اليمن دون إجراءات قانونية وطبية وصحية. لا يمكن لذلك أن يحدث في حال الصيدليات والعيادات الطبية إلا منذ سيطرة الحوثيين على السلطة. يبين مراسل يمن مونيتور أن في صنعاء سهولة في فتح محلات العيادات والصيدليات بدون كادر متخصص، ما ساهم في انتشارها بجميع شوارع العاصمة صنعاء في مديرياتها السابع بشكل لافت، حيث أصبحت هذه المرافق الصحية تفتح بشكل عشوائي وبانتشار مخيف يبعث على قلق المواطنين لعدم وجود أي كوادر مؤهلة في هذا المجال. وقال سكان ومرضى ليمن مونيتور، قالوا إنهم يفرون من التكاليف الباهظة المفروضة في المستشفيات الخاصة والحكومية ويلجؤون لهذه الصيدليات والعيادات لأخذ الاستشارات الطبية بتكاليف دفع فاتورة العلاج وإن كان غير مناسب، بل وفي أغلب الأحيان يعمل على زيادة حدة الإصابة بالمرض. إلى مصدر أونلاين، ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها في صنعاء، وتقوم هذه المرة بحسب الموقع باختطاف ناشط من أتباع الطائفة البهائية في مدينة صنعاء وبنقله إلى مكان مجهول. قالت مصادر خاصة لمصدر أونلاين أنه تم اختطاف الناشط عصام العلفي بدون إبداء أي أسباب ليتم بعدها اقتياده إلى جهة مجهولة، إلا أن المصادر رجحت أن يكون الاعتقال على خلفية اعتناق العلفي للديانة البهائية. والعلفي هو أمين عام الائتلاف اليمني للتعليم للجميع، وقد توقف عن ممارسة نشاطه بعد أحداث صنعاء الأخيرة. جماعة الحوثي تعتقل في سجونها في صنعاء العشرات من معتنقي تلك الديانة البهائية وترفض السماح لأقربائهم بالزيارة، الأمر الذي جعل عددا من المنظمات الحقوقية الخارجية تدين هذه الممارسات والقمع من قبل الجماعة ضد الأقلية البهائية في اليمن. ويذكر أن اعتقال العلفي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان جماعة الحوثي ما أسمته عفوا عاما عن المشاركين في الانتفاضة التي دعا لها الرئيس السابق صالح قبل أن تنتهي بمقتله. ومن يمن مونيتور نطالع مقالة للكاتب أحمد ناصر حميدان بعنوان العقلية المناطقية وجاء فيها. حينما بدأ الترويج للجنوب العربي ونكران الهوية اليمنية، تذوق البعض العسل المسموم، ثقف وجاهل. استلذ البعض ما يسوقه للآخرين من مرارة تشبع حقده ونهمه في انتهاك حرمة الوطن. وقع في مصيدة الشيطان الرجيم الذي أعدها بحنكة ودهاء وخبث، هم اليوم أدواته يبث من خلالهم سمومه لتدمير البنية الثقافية والفكرية للجنوب، لتجريف التنوع وفسيفساء عدن الجميلة قبلة الزائرين. هي عاهة وبلاهة نتيجة شحن النفوس وغسل العقول لسنوات من الكره والحقد الأعمى، مخطط لحرق اخضرار الأرض فتصحرت وتصحر معها البعض فكرا وثقافة. إنها الديماغوجية بما تعنيه من فساد للرأي والوعي العام، حيث لا يفيد وفرة الذكاء الخالي من الشجاعة، لأن جراءتهم كفاسدين ومنتهكين تدمر الوطن وتقضي على أحلامنا وطموحاتنا. ممارسات النقاط العسكرية على حدود عدن منطق يرفضه العقل، حيث لا يقبل أن يتحول مكيال القيم للبيع والشراء للجاه والرفعة عندما يهان المواطن في وطنه ويفرز بالبطاقة الشخصية فيتعرض للتنكيل والاحتقار. يهان البسيط وتغلق أمامه فرص النجاة.
بينما تفتح كل الفرص أمام الطغاة والمستبدين واللصوص والفاسدين وأسرهم، عندما يتحول الرأسمال لمحرك ومحتكر لمجرى الحياة ليحفظ مصالح الكبار ويدوس على حقوق ومصالح البسطاء بثمن بخس. عدن تحتاج لوقفة جادة ضد هذه الممارسات وتلك العقليات، لوقف هذه المهازل التي لا تعبر عن عدن ولا عن الجنوب. موقع بوست يقول: المملكة العربية السعودية أعلنت ترحيل قرابة 300,000 خلال الفترة الماضية، أغلبهم من اليمن التي تعاني من حرب شرسة. ويهدف النظام الذي يعمل عليه السعوديون إلى مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة وترحيل 5 ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة. عدد من اليمنيين الذين طالهم هذا النظام تم ترحيلهم من المملكة. قالوا: رجال الأمن نفذوا حملات عدة ضد المخالفين والذين يعملون في مهن بسيطة كطباخ في مطعم، نادل أو بائع في محل تجاري أو محلات صيانة التليفونات، وأكدوا أن السلطات تستهدف اليمنيين بشكل خاص، فالدوريات عند وصولها إلى أماكن العمل تبحث عن اليمنيين تحديدا. وذكروا أن المخالفين لا يتمتعون بتعامل إنساني وتنتهك حقوقهم كسجناء، فلا طعام جيد ولا مواعيد منتظمة للوجبات ولا دورات مياه نظيفة، فيما اشتكى البعض من عدم قانونية التوقيف كون الاعتقالات طالت غير المخالفين وتلفق لهم تهم غير صحيحة، كما يتم منعهم من المراجعة أو الزيارة. الكاتب الصحفي أحمد الشلفي كتب في موقع بوست مقالا بعنوان: رسالة لأتباع صالح. يتلوى أتباع صالح من الألم، وبدلا من أن يتحول ذلك إلى توبة وأوبة للوطن والشعب، يجدون أنفسهم وقد انفجروا في وجه اليمنيين حقدا وسخطا وسبابا على شيء كان من صنع زعيمهم وتصفيقهم له. يتوجعون على فرد ولا يتوجعون على وطن. شرد وعذب وقتل أبناؤه بسبب جنون السلطة وهوس صالح. الحرب صنيعة هذا الهوس، والميليشيا المسلحة صنيعة هذا الفكر المريض. فما ذنب الشعب المسكين؟ تحملونه وزر انقيادكم لجنون أبيكم وانقلابه على كل مكتسبات جميع ثوراتنا. صنعت ثورة 2011 السلمية ذات الصدور العارية مخرجا كريما لصالح وإرثه العائلي والسياسي، فسخرتم من الصدور العارية وقلتم في الشباب والشابات ما لم يقله أحد. أولئك الذين حملوا في وجوهكم الورود وقالوا بعلو الصوت: أبناء المؤتمر الشعبي العام هم أبناء الوطن، لا إقصاء ولا اجتثاث. أما صالح وعائلته فمنحوا الحصانة برغم أنف العدالة والقانون حتى يكفوا شرهم عنا وعن وطننا، ويأمنوا مقابل ذلك ويفوز المؤتمر الشعبي بتصحيح مساره وعودته لحضن الشعب لا إلى حضن المستبد. 6 أعوام من الكذب والقتل وصناعة الموت، فما بالكم تحملوننا أخطاءكم وما حملنا لكم سوى الخير والسلم. أما الميليشيا فلم تكن سوى نبتة شيطانية من اختراع ملهمكم، تحالف معها وحين أفرغته من قوته سلبته روحه. موقع 26 سبتمبر قال: معركة تحرير بيحان كشفت مدى الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين وممارساتها الهمجية، حيث اختطفت الميليشيا ما يزيد على 73 طفلا من بيحان أثناء سيطرتهم عليها، أرسلتهم إلى محافظة دمار ويجهل أولياء أمورهم حتى اللحظة مصيرهم. عدد من أبناء النقوب والعليا أكدوا بأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدات الإغاثية نظرا لأن الميليشيا كانت تقوم باحتجازها والاستئثار بها طوال سيطرتهم على بيحان. كما قامت الميليشيا بزرع أعداد هائلة من الألغام والأجسام المتفجرة والعبوات الناسفة في الجبال والرمال ووسط الخط الإسفلتي من خلال إنشاء مطبات صغيرة ووضع الألغام والمتفجرات، بالإضافة إلى تلغيم بيوت المواطنين والمنشآت العامة والأماكن المفتوحة في النقوب والعليا وعسيلان، ولا تزال فرق نزع الألغام تقوم بانتزاعها حتى الآن. من موقع التغيير نقرأ لكم خبر فوز شاعر يمني بلقب أوسكار النجوم، حيث فاز الشاعر اليمني
عبد الكريم العفيري بلقب أوسكار النجوم للعام 2017 في مسابقة أوسكار السنوية التي نظمتها المؤسسة العربية الدولية للأداب والفنون والثقافة مقرها السنان. لجنة تحكيم المسابقة أعلنت حصول العفيري على المركز الأول عربيا وبالفوز بلقب الأوسكار عن قصيدته يا شاكيا في مجلة علم الأدباء عالم الأدباء وبحصوله على درجة 39 من 50. الشاعر العفيري مثل اليمن في العديد من المحافل الدولية، كان آخرها في تونس والمغرب، ويحظى برصيد أدبي واسع وحاصل على العديد من الألقاب والأوسمة في مجال الشعر، وله مشاركات عديدة في المهرجانات العربية والدولية. مشاهدينا، بعد الفاصل سنتابع أبرز ما تقوله الصحافة العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة الحياة اللندنية التي نقلت عن سلطنة عمان إعلانها وصول 22 فردا من عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح إلى أراضيها للالتحاق بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية. فيما أكدت قناة العربية أن المملكة العربية السعودية استضافت 19 فردا آخرين من العائلة تمكنوا من مغادرة صنعاء هربا من ملاحقة الحوثيين. وكالة الأنباء العمانية أفادت بأن انتقال أفراد من عائلة الرئيس السابق إلى السلطنة يأتي استمرارا للمساعي الإنسانية للتعامل مع مجريات الأحداث في اليمن وبعد تنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء. أشار موقع العربية أشار إلى أن التحالف العربي يعمل لتسهيل انتقال كل من يرغب من أسرة علي صالح وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الوجهة التي يريدها. أفادت دراسة أطلقتها مؤسسة منصة اليمنية غير الحكومية، كما ورد في صحيفة العرب الجديد بأن نحو 95% من اليمنيين يحصلون على المعلومات والأخبار عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. الدراسة عنوانها تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام اليمني، شارك فيها 300 شخص من مختلف الأعمار والتوجهات والمستوى العلمي. أشارت الدراسة إلى أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت مباشرة في تشكيل التوجهات العامة لليمنيين وفي تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي لديهم، سواء عبر إنشاء آلاف في الصفحات والمجموعات أو عبر إطلاق الوسوم. وأوضحت بأن اليمنيين يقضون أوقاتا طويلة في تصفح أو في متابعة لوسائل التواصل الاجتماعي تتجاوز في ذروتها 6 ساعات في اليوم الواحد، على الرغم من معوقات الاستخدام كبطء خدمة الإنترنت أو انعدام التيار الكهربائي، فضلا عن أسباب اقتصادية وقيود سياسية أخرى. ويرى الكثير من اليمنيين أن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرا كبير في توجيه الرأي العام والتوجهات السياسية، ومنها ما وصل إلى إثناء السلطات الحكومية عن إصدار قرارات أو إلغاء أخرى. على الرغم من لجوء اليمنيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة الأحداث المتلاحقة في البلاد، إلا أنها ظلت عرضة للحجب من قبل وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المحتكرة لخدمة الإنترنت في البلاد. أما في الشأن العربي والدولي، نطالع في العرب الجديد مقالا للكاتب خيري حمدان بعنوان صعود القوميين إلى الحكم في النمسا، أي نتائج وتداعيات؟ هناك تساؤلات عديدة بشأن منظومة القيم الأخلاقية والنهج الديمقراطي الذي ألفته وتمسكت به القارة القديمة أوروبا منذ قرون طويلة لتصبح إلى وقت قريب مثالاً يحتذى به في العالم ووجهة مفضلة للجوء والإقامة وممارسة العمل والحياة فوق أراضيها.
ومناسبة التساؤلات هنا فوز حزب الحرية النمساوي القومي اليميني المتطرف بزعامة هاينز كريستيان بمرتبة متقدمة في الانتخابات التي شهدتها النمسا أخيراً، وفرض حضوره في أي محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة وسط صمت أوروبي مقلق ورضا شعبي نسبي، ما يدل على أن فوز الحزب كان متوقعا في دولة صغيرة نسبيا لا تمثل ثقلا كبيرا في المنظومة الأوروبية. وعلى ما يبدو ستكون بادرة في مسيرة صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات الأجندة المعادية لوجود الأجانب في أوروبا. وقد سارعت حكومات دول أوروبية عديدة إلى إرسال برقيات تهنئة بهذا الفوز بانتظار التعاون في أمور حيوية عديدة تهم الاتحاد الأوروبي. في المرة السابقة التي تمكن فيها حزب الحرية النمساوي عام 2000 من المشاركة في قوام الحكم في النمسا، اضطر أعضاء التحالف لقطع المسافة بين مقر المجلس الوزاري ومكتب الرئيس تحت الأنفاق لتجنب مواجهة عشرات آلاف المتظاهرين المعارضين لحزب القومي المتطرف. لكن الأمور تغيرت بصورة ملحوظة بعد مرور 17 عاماً لتصبح النمسا أولى دول أوروبا الغربية التي فضلت النهج القومي اليميني المتطرف لإدارة البلاد، فقد نال الحرية حقيبتي وزارتي الخارجية والدفاع ومناصب إدارية رفيعة في وزارة الداخلية، وستكون له كلمة الفصل في السياسات الداخلية والخارجية في البلاد والقضايا ذات البعد الأمني. لم يكن يوم الرابع من يونيو عام 1989 يوما عاديا في تاريخ الصين كما يقول موقع هاف بوست، بل أصبح ذكرى مؤلمة يتذكرها الصينيون كل عام، تعود إلى أذهانهم مشاهد الدبابات التي سحقت المتظاهرين في ساحة تيانمن، إلى أن الوثيقة التي كشف عنها من أرشيف بريطانيا ستعمق ذلك الألم بعدما يعلم الصينيون أن عدد القتلى وصل إلى 10,000 قتيل على أقل تقدير. ستحدث وثيقة كانت مخفية عن تفاصيل مروعة لليوم الذي سحقت فيه الحكومة الصينية آلاف الطلاب الصينيين الذين كانوا يتظاهرون في ساحة تيانمن في بكين من أجل المطالبة في الإصلاح والديمقراطية قبل نحو 3 عقود. قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنها اطلعت على الوثيقة التي وأشارت إلى أن السفير البريطاني آنذاك ألان دونالد بعث ببرقية سرية موجهة إلى لندن، قال فيها إن تقديرات الحد الأدنى للقتلى المدنيين 10,000 قتيل. الخبير الفرنسي في الشؤون الصينية جان بيير كابستان اعتبر أن الرقم البريطاني جدير بالثقة، مذكرا بأن وثائق أزيلت السرية عنها في السنوات الأخيرة بالولايات المتحدة خلصت إلى حصيلة مماثلة، وقال لدينا مصدران مستقلان إلى حد بعيد يقولان الأمر نفسه. أقام مواطنون أمريكيون دعاوى قضائية ضد شركة أبل بحسب صحيفة البيان، تتهم فيها الشركة العملاقة بإبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد. ومؤخرا أقرت أبل بأنها أبطأت عن قصد النماذج القديمة من هواتفها في اعترافات أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن حيل شركات التكنولوجيا لزيادة مبيعاتها. أوضحت الشركة أنها تعمل على إبطاء هواتف آيفون 6 و 6S و 7 عندما تكون بطاريات الهواتف قديمة أو غير مشحونة بشكل كافي بحجة الحيلولة دون نفاد الطاقة والإبقاء على عمل الهاتف لأطول وقت ممكن. ودفعت تلك الاعترافات مواطنين أمريكا إلى رفع دعاوى متهمين الشركة بالإبطاء المتعمد لسرعة الهاتف بهدف إجبار مستخدمي آيفون على شراء الهواتف الجديدة عن طريق الاحتيال. المزج بين الماضي والحاضر يتجلى في صور لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرت صورا لمظاهر الاحتفال في لندن للسنة الجديدة، مزجتها بصور أخرى لنفس المكان وكيف كان يبدو قديما أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية، نتابع سويا.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. شكرا لطيب المتابعة، وأترككم مع الكاريكاتير.